بث مباشر على الفيسبوك وطلب من الاعلاميين وجماهير برشيديه، قالنا انا باش نتواصل معك خصوص. الان كتسمعني ولا لا؟ سي نجمي بخير، معك مفتاح كينو انس الطاهري، برنامج دير بيشاو. كلشي تكلم على بعض الاعمال ديال الشغب اللي وقعت برشيد ما بين بعض الزملاء الصحفيين. حنا حتى دابا مباشره باش تعرف تمام مباشره في البرنامج، كلشي تكلم على انه ما حدث شيء مؤسف ما كانش خاصو يوقع. زملاء صحفيين تعرضوا لنوع من الشغب، لا بغينا نصح التعبير. شنو التوضيح اللي تعطينا انت كمسير ومسؤول داخل اليوسفيه وانت الكاتب العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنا كنقولوا بانه الشغب مثل الشغب كانت الامور تعرضوا للاسلحه بالاسلحه ديالهم. حنا كانت كل المناظر الاعلاميه الوطنيه المعروفه ممثله في يوم المقابله كلهم بلا داعي للاسماء ديالك، عطيني واحد المنبر اعلامي معروف كذا اللي تعرض لهذا. لا ماشي معروف هذا، هو مادام هو داخل ديك البلاصه يعني راه هو عطيتو لا كريديتاسيون واخا ما يكونش معروف. نعم السي نجم، كان حدا لي فيستير، حدا لي فيستير ديال الوداد وكذا، وكان في الكونفرنس وكان داخل الكونفرنس وكلشي. لا لا، اللي حدا الفيستير، اللي حدا الفيستير وحده ماشي بلاصه الصحافه هذيك، واحد موحد ديال الفريق مع جاي مع السعيدي، السعيدي تفل دار واحد الوداد خايب لبعض المسيرين ديال الفريق واعضاء المجلس البلدي، وعرف بالفعل ولكن الصحفي اللي كان كيصور وتم المنع ديالو. لا تخليك كمل السي زياره فلاش كنهضر. لا هو عارف المكان ديالو والمنصه ديال الصحافه اللي مواجدو كانوا في الاعلاميين ورحب بهم الحمد لله ودارت الامور في احسن هذا ويعطيني شي اعلامي تعرض. كاين النطاقه اللي خاصه الندوات وكاين زون ميكس. اش كان الصحفي اش كيدير حتى الفيستيار؟ بغيت نعرف كنت تقول لي حنا بالنسبه ماشي صحفي، يعني الصحافه عند المكان ديالو، عند المكان ديال الصحافيه، عند المكان ديال الندوه الصحفيه وكاين لازون ميكس. متفق معك، متفق معك، هذوما اللي عرفوا هادشي اللي خصو يكون، ولكن في نفس الوقت انه الصحفي خصو يشوف جميع الاجواء كيفاش دايره، ولا كانت شي حاجه ماشي هذيك خصو يغطيها ولا لا سي نجم؟ شوف حنا لاشات ميديا راه واضحه وملزمين بها وكنخلصوا على البيناليتي وكنعرفوا ما لنا وما علينا. زون ميكس سيستم، زون ميكس ندوه مكان المنع، النظره الصحفيه مكان المنع، والمنصه الخاصه بالصحافه والناس اللي كتحط في العالم ديال هذا زون ديالهم معروفين. واخا متفق معك السي نجمي، عندك الحق في هادشي اللي كتقول. انا نقول واحد حتى نشرح، لانه انا ما تفهمتش البرنامج ديالكم ولكن وصلني بانه ما تكونش برشيد هي الحد صغيره وكان فرق صغيره اللي نقصوا عليها والوداد يعتبروا فرق كبير. احنا لا لا لا، ما كاينش هاد الحزازات. عرفك السي نجم، الله يبارك فيك، كنتعرضوا دائما لهذه الاهانات بسيط بسيط. اي ما كنلعبوا مع فرقه كبيره، الا الراجا ولا الوداد كيتعرضوا للاهانات، المسؤولين داروا داروا. احنا كنعرفوا الشيء صحفي سي نجمي، سي نجمي، سي نجمي. لا لا اسمع، انجمي، اتبقى معنا، نجمي انجمي. اتصل لك نعطيوك الوقت، عندك الوقت كافي، انا نسال الوقت البرنامج وكنعطيوك الوقت الكافي. شوف هكا توضيح، توضيح وغتكمل انا نجمي. اسمعني ما باش الناس اللي كتصنت لينا تعرف اش كنقول. دابا انت قلتي انه برشيد حيط صغير، لو كان حيط صغير ما غنعيطوش لك، غنبقاو نقولوا داكشي اللي بغينا وسالينا البرنامج. دابا عيطنا لك باش تعطينا شنو كاين كنتصنتوا لك. تفضل. شوف ما كنتكلمش على قلتو، ما كنسلم الناس اللي كيتصلوا دائما، حيت حنا راه فرقه اللي كنلعبوا وكان نرحبوا بالضيوف ديالنا. الناس ديال الوداد جاوا مرحب بهم، حنا كنعطيو عاد كنمشيو للملاعب كيعطيونا سبعه طلبه كان اماكن باش نجلسوا، نعطيهم 10 باش ها هما ويكذبوني ويتصلوا الناس ديال الكوميتي دخلوا فوق اكثر من 20 في البلانوش ديالهم، ولا دازتهم شي واحد وكذا كان مرحب. بالعكس الناس ديال الوداد كلشي كان مرحب بهم، لا فريق ولا المكتب المسير، وهما اللي متصلوا. يقول لك جا انا راه حضرت الاحداث مزيان ولكن السعيدي مع جوج الناس اللي ما عندهم علاقه بالصحافه هو دخلوا، يعني عنده شحق يدخل بحدا، هو ما كاينش ما موجود في هذه اللائحه كذا. وانا عبد ربي ديت لي عطاني سن رباح الباتش ديالو ديتو دخلته، كان على برا ما خصوش يدخل، دخلته لانه ما جاش مع الفريق. من بعد تبدات المقابله وجيت دخلته وكذبني، هو يتصل كذبني. ملي دخل الوقت ملي سالت المقابله انا كنقول الحشومه لاعب كاس السعيدي يقول
فوق ويقفل ويطير قصاص ديال التفال على جميع الناس اللي واقفين تما. وراه حاضر نائب رئيس ديال الزفارق ديال الوداد وحاضر الممرض او قاضي الفرقة الحاضر واقف وشاف ودويت مع انا سكتت حسوم العبد قال لي حنا غنتصرفوا غنتصرفوا ما خصوش يدير وزيد مع جوج الناس كيقولوا صحفيين وداخلين تما حدا حدا ديال الوداد مستودع الوداد ماشي المكان ديالهم. واش انت اللي قلتي لي السي نجمي حيت عنده النصير الا؟ نعم. انت اللي قلتي لي زعما حشومه يدير هذا الشيء وكذا وكذا ولا حيت هو عنده الناصيري؟ اه شوف لا سولتك وانا كنسولك السي نجمي ما تاخذش منا زعما هذا الهضره اللي كنقولوا ب نعم واش في نظرك نقولوا هذا الشخص هذا اللي كان في الفيستير اللي كتهضر عليه فرضا انه كاع ماشي صحفي واش يجب التعامل معاه بديك الطريقه وبدوك الالفاظ النابيه الى اخره؟ واش هذا مستوى ديال الناس اللي كانوا لابسين الجلياج يعني اللي كيمثلوكم بغينا ولا كرهنا وانهم يتعاملوا بديك الطريقه بلا ادب؟ غنجيو سيدي عفاك اسمعني هو كيقول لي انا صحفي نقول ليه واخا خويا وريني عفاك البادج ديالك عفاك نزل التليفون ديالك بلا ادب السي نجمي ولا لا؟ لا راه شوف اذا كانت شي مناوشه راه بين شي حاجه لا باش كنشوفو بالفيديو بعدا باش نحطك في الصوره راه فيديو هادشي اللي كنهضر عليه انا شفت الفيديو وكنوصف لك داكشي اللي في الفيديو انطلاقا من الفيديو. اي انا بلاتي شفت اي الا كان شي حد صار مع شي حد اللي لا انا ما دونش على مكتب مسير غير واحد لابس جيلي من الناس اللي في التنظيم على ما اظن. هو انا لابس جيلي احنا ما كنجيو السيكيورتي احنا كنخلصوها الا كان واحد من الناس ديال صحاب اللي جاوا داروا في التنظيم احنا كنخلصوا الشخص كتجيب الناس ما يمكنش نحكم انا غاتكون الناس لانهم دي بروجي ماشي من برشي تيجي ديولهم شركه الجيلي وقع المشكل راه وقعت كيف وقعت في المنصه لانه كيدخل واحد كيقولوا لي لا راه البلاصه عامره ديالك ولا كذا انا حضرت لواحد الحاله انه السيد مسكين قال لي وحده فيني حتى انا لابس جيلي سيكيورتي هذاك الشيء قلت له لا ما حكرتش يعني راه الناس الا كان واحد يهضر انا حيت كيقول لك المسؤولين ما كاين مسؤولين المسؤولين راه كيلعب دور بين جماعه الا ويقول لك راه هذا النجمي انا معروف وهذا يقول لك هذا السيد قال الكلمه ناديه السيد بيض الاردي راه كان حاضر كان السي شاكر عبغاني كان السي سامية كيتبع بين جهات الاسم وصورة ديالي يقول لك هذا السيد راه هو في المكتب ودار تصرف قال لك الكلام هذا ممكن انا راه شي كيوقع راه شتي في الملاعب اش وقع كاع شي حوايج بحال حنا راه بالعكس كنفتخر وحنا كبرشيد دازوا عندنا مقابلات مع فرق كبرى بجماهير كبرى الحمد لله الامن كان في المستوى عالي فمن هذا المنبر كنشكر الامن ديال بلدية برشيد اللي قام بواحد المجهودات واللي هو كذلك ما دخلش في هذه الحاله اللي كانت واقعه قدامه للامانه هذا الشنآن كان حدا الامن وللاسف وهذا كنقولوا انا كنقول غير الحقيقه ان هذا الشيء طرا قدام الامن والامن ما دخلش وخلاهم كيتغاوتوا وكيتصادعوا وما دخلش. انت ما شفتوا كيفاش التنظيم كان؟ لا التنظيم مزيان. شوف الاحداث ديال مقابله الجيش الملكي بجماهير غفيره ذات مقابله الرجاء بجماهير غفيره يقول لنا شي واحد من الجمهور ديال الجيش ولا ديال الرجاء ولا ديال الوداد تعرض لشي حاجه هما ولا اللي بحال الجمال هذاك اللي تخلصون ديال الفيسير راه ما خصوش يدخل اصلا راه الناس دابا ملي كتهضر انا غنعطيو حتى هو الحق ديالو ومن بعد حتى هو يتكلم ويقول لنا كيفاش و شوف اسي نعم انا اثبت انا كنت كنظن ملي كنسؤول وكان رسمي كنقول لك اخوان راه هذه ماشي لا زون ميكس كان لقى جوج صحابين تيصوروا كذا وبلا داعي تسمع ديالهم وتشاحموا هذا كان يسمح لينا وخرجوا مشاو لبلاصه المكتب سيروا لنادو صاحبي خرجوا لبلاصه المكتب سيروا لها مرحبا يا صاحبي باش يتواجد واحد داخل حدا المستودع حتى راه قبل العام يتعرض للعنف راه قبل العام ضرب واحد ما يكون ما حملوش ولا شي حاجه هذاك راه كتولي زور خطيره يتعرض للحكام راه ما يمكنش واحد سي عبد الله سي عبد
عبد الله وضحتي لنا الامور صراحه احنا ما كناش دابا انت قلتي لنا الوجه ديال النظر ديالك متفق معك شي احترام دابا مزيان دابا مزيان قلت لك سي عبد الله شكرا جزيلا انك وضحتي لنا وقلتي لنا رايك ولو انه المشكل اللي كنتكلموا عليه الان هو هذوك الناس اللي كانوا كيسبوا والناس اللي كانوا كيعايروا كنا نتمناو انه نقدر نقولوا راه داك التليفون واش كتصور واش الفيديو نمسحه يعني نتعامل بواحد الطريقه اخرى مي دابا انت كتقول انه هاد الناس ما محسوبينش على محسوبين وكخصها تكون تعليمات لهاد الشركه ديال الامن خصها تكون عندهم تعليمات كيفاش يتعاملوا مع الناس قال لكم ما معرفهمش لا قال لك هما يعني هما جهاز خارجي فبالتالي صعيب تحكم فيهم ولكن خصنا نعطيو تعليمات ولا ما احترموش هاد التعليمات تجيبوا شركه اخرى اللي تقول لك واحد النقطه مهمه لا بلات كيقول لك الندوه الصحفيه وزوميك اسمح لي ما عفاك شوف هو باش نوضحوا عفاك شوف هادشي اللي قال هو راه كنقولوا كنعاودوا انا راه عنده الحق لا زون ميكس والندوه هما اللي من حقك تحضر لهم مفاهمين في هذا هو القانون ولكن كندوي في حاجه اخرى ولو انه شي حد يخرج على القانون راه خصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه وهادشي اللي تكلمنا عليه حتى هو اسمح ديالهم وانا عمي افتح عفاك خلينا نهضر مع السينجمي هو فهمني دابا دوينا على على الشركه واش هادشي اللي كاين السينجمي هي هيئه خارجيه اللي نتوما اللي مسؤولين عليها بغينا ولا كرهنا انا متفق معك لانه ملي كيوقع هذا درت حنا المره الجايه ناخذ احتياطات ديالنا وغادي نقطع كما قلت لك في الشركه يجيبوا لنا الناس كذا ومشكورين تما الله يكون في العون راك بيان سور بيان سور من الصباح بالضغط ديال الجماهير بالاكم الهائل حنا باش اذا كتعرفوا اول مره كاين عندنا الصعوبات كنكتسبوا التجربه والحمد لله الامور ديما كتدوز بسلاسه وبسلامه وكتهمنا غير السلامه ديال الجماهير اللي كتجي بعدا كترجع سالمه ومكروبه على احداث الحمد لله حنا فرحانين النتيجه كتكون فيها تقدير بعد التعادل ولكن كنفرحوا حنا غير من اللي كيدوز يسال المقابله كنقولوا الحمد لله امور دارت مزيانه كنشوفوا حنا ملاعب العتيده وبلايص العتيده وقعوا فيها اكثر من شيء الحمد لله علاش باش كانت الامن لانه راه انا كنشوف شيء باش تستوعب هذا الكم ديال الجمهور حنا راه حنا كنصدقوا ظروفنا كنقولوا بان الحمد لله راه كانت الامور مزيانه جاو الجمهور ديال الرجاء ورجعوا سالمين جاو ديال الجيش ورجعوا سالمين الحمد لله الجمهور ديالنا كتشوفوا معروف حنا برشيد ما عمرو تغلق ليها الميدان ديالها لانه ما عندناش عمرو ما كانت برشيد امن اللي كنا تهوات ولا ما كان احترافي ثاني ولا مثلا عمر برشيد ما عرفت بان راه كان فيها شغف ولا كان فيها الحمد لله هذا اللي كان الامتياز اللي كان في برشيد الحمد لله وبقى كيبقاو بعض الاحداث اللي المهم ما كانش شي حدث اللي كبير راه الصدمات كتقدر توقع راه بين واحد وكذا ولكن من بعد حنا كنحاولوا غنهيئوا الظروف ثاني في هذيك لازون مره اخرى بالامن ديال الامن هذا والامن الخاص باش ما هذيك البلاصه اللي كيكون فيها حتى شي حد واخا يكون كاع لاعب وما مسجلش في الورقه ديال الحكام راه ما يبقاش حتى شي حاجه تما كيكون كوميتي ولا يكون اللي بغى يكون خصو يطلع بلاصه الكوميتي على المكان ديالو اللاعب عنده المكان ديالو الحكم راه هو كيدخل المكان ديالو تما ان شاء الله غادي نتحكموا بها لانه كنستافدوا من الظروف ومن الاخطاء وكنوعدوا ان شاء الله ما غاديش تكرر بحال هاد الحوايج نعم شكرا لك سي نجمي ومزيان هذا وعد هذا ديال الاشياء ان شاء الله غتصحح كنشكرك بزاف على هذا الوقت اللي عطيتينا سي نجمي مرحبا حنا راه الاشاره وكتعرفونا معكم في التواصل اي وقت بغيتونا التليفون ديالنا ها هو عندكم ومرحبا لاي توضيح ولا اي استشاره مرحبا شكرا مرحبا بكم شكرا